وأبرز ما جاء في هذا التحقيق حول أحداث الزيت والسكر الذي ظل حبيسا للأدراج بضغط من دوائر في مراكز صناع القرار، نتابعه في تقرير وليد بهروة. احتجاجات الزيت والسكر، من منا لا يتذكر أحداث يناير 2011 التي كادت تدخل الجزائر في دوامة من العنف. وقتها نصب المجلس الشعبي الوطني لجنة تحقيق لبحث أسباب غضب الشارع، عدت تقريرا مفصلا استمعت فيه إلى عدة أطراف قدمت الأسباب عن تلك الأحداث. توصلت نتائج هذا التقرير إلى أن مجمع سيفيتال المهيمن على استيراد وإنتاج الزيت والسكر هو سبب ارتفاع المواد الأساسية، ما أدى إلى هذه الاحتجاجات.